مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة مرقاب، تحية طيبة في حلقة جديدة من برنامجكم اليامال من الساحل الشرقي. عندنا اليوم ضيف من العيار الثقيل، ضيف له وزنه في الساحة الشعرية. قبل أن أبدأ وأقدم ضيفي، إحنا راح نشوف تقرير يعرف الضيف نفسه لكم وبعدها نعود. الشاعر عبد الرحمن بلجيش. الشعر المحاورة يعني فن عريق ما زال له متابعين كثير وجماهيرية كثيرة على مر السنين اللي مر فيها والمراحل. بدأ مع شعراء عمالقة توفى منهم من توفى رحمة الله عليهم، وبقى من بقى من عمالقة ومدارس هذا الفن. وأنا أعتبر شعر المحاورة الآن في يعتبر في عصره الذهبي، ونشوف شعراء شباب في هذا الفن، شعراء مميزين ويعتبرون في مصاف الشعراء الكبار، ولهم يعني دراية ولهم خبرة في هذا الفن. الصحافة المقروءة ما زال لها يعني مكانة عند الجمهور، حتى لو كان هناك القنوات الفضائية صار لها زخم وانتشار، ولكن المتلقي القاري أيا كانت ثقافته لا يستغني من القراءة سواء في الجريدة أو المجلة. والناس يقولون يعني انتهى وقت القراءة وصارت المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية، وأنا ضد هذا الكلام. أنا أعزي على نفسي أولا قبل أن أعزي على محبي وجماهير الشيخ والشاعر الكبير العملاق رشيد الزلامي رحمة الله عليه. وهذا الرجل يعتبر أسطورة وتاريخ عبر الأزمان في الشعر والأدب والأخلاق رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته، والعزاء فيه تاريخه، ويعتبر أبو جميل بيننا حتى لو أنه توفى الله يرحمه. عودة مجددة مشاهدينا الكرام، إذا رحب بالشاعر عبد الرحمن أبو الجيش. وعبد الله رحب فيك عبر قناة المرقاب. الله يبقيك طول عمرك، تسلم. أنا أبو عبد الله كنت قبل من يوم أنا صغير متابع للشعر وصحافة الشعر، كنت دائما أبحث عن قصائدك في كل مجلة، والآن يعني وجدت نفسي أقدم حلقة نضيفها. الله يطول عمرك. أنا صغير كذبتك، أنا ما أدري. الله يطول عمرك، وهذا يشرفني اللي مثلك وشرواك. الله شرواك الطيب أبو عبد الله. أبو عبد الله، طبعا حنا نعزيك ونعزي الساحة الشعبية في رشيد الإسلامي، لا شك أنها فقدت حرما فيها. الله يجزاك خير ويرحم والديك. وأنا والله أعزي نفسي أولا في علم وقامة وتاريخ مستقل مثل الشيخ والشاعر الكبير رشيد الزلامي، وفقدت الساحة يعني ما نبقى لك، لأنه من مؤسسينها ومن أعمدتها ومدرسة مستقلة. يعني هذا الرجل أول شاعر في الجزيرة العربية وفي الخليج العربي طلع له ديوان مسموع. أنا أذكر في طفولتي سمعت الشاعرين، ديوان مقروء لمحمد الأحمد السديري رحمة الله عليه، ومسموع الرشيد الزلامي، أول شاعر له ديوان مسموع، وتأثرنا برشيد الزلامي وحنا صغار. وحالفني الحظ أني عرفت رشيد الزلامي وتزاملت معه وبنى صداقة ومرجلة ومحبة. ومهما تكلمت عن رشيد الزلامي والله ما أوفي حقه لو أتكلم من هنا إلى العام القادم. شيخ مرجلة وشيخ أخلاق وشيخ في كل شخصيته، هذا الرجل ما اختلفت شخصيته على مدار 60 عام ولا ضعف شعره. ونعزي والله أنفسنا ونعزي أبنائه أخواننا جميل وأخوانه، وعزي الساحة الشعبية. وهذا يعتبر فقيد على الوطن وعلى ليس يعني على جمهور السعودية فقط، هذا جماهيرية على مستوى الوطن العربي رحمة الله عليه. والله يرفع منه ويتجاوز عنه ويحشره مع الشهداء والصديقين، هذا حقه علينا. الله يرحمه. يمكن خبر وفاة الزلامي يمكن نادرا ما تجد
شاعر أو أي مجال يكون غير المجال السياسي تجده يبث خبر وفاته على جميع القنوات الإخبارية والسياسية بشكل عام، ولا شك أنه ما بث إلا من حجم الفقيد لدى المجتمع. أنت توجهت إلى مقر عزائه. أي والله، أنا والله عرفت الوفاة متأخر يوم الاثنين، وحقيقة انصدمت، وكلمت زميلي وأخي الشاعر الكبير المعروف إبراهيم الشيخي، وتوعدت أنا وياه وجيته يوم الثلاثاء، وتوجهنا البيت رشيد الزلامي الله يرحمه، وأقل حقوقه علينا أن حنا يعني نقوم في عزاء عند أبنائه، هذا أقل شيء يعني. صحيح. كيف وجدت مكان العزاء وتوافد المعزين؟ والله شيء أنا شفت شيء ماني مستغربة يعني، يعني أنا جيت حتى ما قدرت أجلس، يعني أمم أفواج يعني بالمئات ناس يجون ويروحوا على مدار اليوم، والله يعين أبنائه، وهذا يعني المتوقع يعني. رشيد الزلامي رجل محبوب، يحبه اللي يعرفه ويقدره، ويحبه اللي ما يعرفه ويقدره. ومن الميزات اللي في الإنسان اللي ما لو يسعى فيها ما يقدرها القبول والمحبة. هذا الرجل الله يرحمه فيه قبول ومحبة من جميع الشرائح، من الشعراء، من الجمهور، من طبقات المجتمع، وما هي بقريبة يعني إلا جاءت هذه الوفود تعزي عليه، جايته من مشارق الأرض ومقاربها، ليس من السعودية فقط. صحيح. أنت كان بينك وبينه مساجلات بلا شك، وأيضا محاورات شعرية، إذا تذكرنا من مساجلات القصائد اللي كانت بينك وبينه. والله أنا بيني وبينه محاورات كثيرة ورديات قصائد، وهو الله يرحمه يعني أقول أنه شرفني وأسعدني أنه أسند علي قصائد، من ضمنها قصيدة أنا بذكرها الآن، يقول الله يرحمه: ألا يا رفيق وافيات خصائلة، وفعل الوفا يبقى والأرواح زائلة، أبا الجيش يرسل لي رسائل ويشتكي، وأنا قدر الطيب وقدر رسائلة، يا أبا الجيش أنا بعض المواقف تحسني، خصوصا إذا كانت على المتن مائلة، وأنا ملومك عارف مربط الفرس حبلك زمانك ودركنك حبايلة، لكن نستعن بالله واضرب على الخطر، وراكان ابن حثلين جدد فعائلة، لكن نستعن بالله واضرب على الخطر، وراكان ابن حثلين جدد فعائلة، وأنا واثق كل الثقة واكسب الرهن، ما يلحق ضيم من وسط يام وقبايلة، يشلون عنك المعضلة لو نخيتهم ولو تزهم الهيلة تجيك امتهايلة، لكن نستعن بالله واضرب على الخطر، وراكان ابن حثلين جدد فعائلة، ألا إذا كانت قضيتك غامضة ومتحمل حمل المحبة وشايلة طريح المحبة، مثل ما قيل بالمثل اللي شفت حال المبتلى لا تسايلها، طرد ورا المقفي يسبب لك التعب، ويضحك عليك اللي يضيعون قايلة، وهذا ما يعذرني لكن وضح السبب، أبيلي كلام واضحات دلائلة، ومالي وجاهي معك وابشر بفزعتي فزعة أغلام يابسات بلايلة، رع الوفا شرواك يستاهل الوفا، ناقف بصفه لين يبرد غلايلة، ولجت على كيفك هذا اللي يسرني، وبرق يصد وينتحي لا تخايلة، هذه علوم البدو والحضر كلهم، وكان ما يعجبك ماني بقايلة. الله يرحمه. هذه قصيدة رشيد الزلامي. ردك؟ قلت: يدوم البكاء يدوم البقاء باللي تؤرخ عمايلة، بشبه الجزيرة نادرات مثايلة، رشيد الزلامي شاعر يشرب البحر وتلقح قوافيه وللغير حائلة، ولا من وصفته كأنها البدر في السماء، على الأرض من نوره تقادح فتايلة، وأنا يا رشيد اللي حداني وحدني زمان يصمل بي وتفشل صمايلة، ولعنوة تستاهل البعد ولخطوة تستاهل البعد، والعنا ما خطت لمن ينثر متنه جدايلة، ومن راح قلنا روح تمقيط برشا، ومن لا يجيب رضاه ماني بجايلة، ترى ربعي العجمان هدام تلحمة معالت وتردع كل ما جات عائلة، سلاطين في المجلس شياطين في الوقا، وزود على العجمان يمناي طايلة، وربعك عتابه والنعم وثني النعم، هل الموقف اللي ما يعوض بدايلة، هل السن وهل العنة كساب تثنى، وكم جامع لغارة وتشتت فصايلة، تعزويت من ضيقة وأنا مثلك أعتزي اليوم تعزوى كل فارس بصايلة، تعزويت من ضيقة وأنا مثلك أعتزي اليوم تعزوى كل فارس بصايلة، وترى العفو
عند المقدرة هشيم تلفتة، ولو ما قدر يسعى بشتى وسائله، وما دام في دهليه ما يبذل السبب، وهو يعتزي بنساب نجدة وحمايله، وصار التباس في المواضيع كلها، نبيها لسنجارة وراحة الوائلة، زرعت الوفا والطيب قانع ومقتنع، وكلن يوقفني عدد جمايله، وجميل الله أبقى ما تلفت للبشر، وهذا كرم ربي علي وفضائله. صح لسانك رحم الله الفقيد رشيد الإسلامي، الله يرحمه ورحمة واسعة. طيب أتكلم عن رشيد الإسلامي في المحاورة، أيضا جماعتكم ميادين المحاورة في أكثر من محاورة، في أبيات لا تزال عالقة في ذهنك؟ والله هي مشكلة المحاورة أنك مهم مثل القصيد تقولها في المجالس وتحفظها. المحاورة مشكلتها أنها وقتية. بالضبط، لكن في بيت مثلا ثابت أنت تذكره في والله المحاورة. هي كثيرة. آخر محاورة بيني وبينها الله يرحمه كان ممكن قبل العام في الطائف، وعزموني أصحاب الحفل من ربعنا المطران الله يسلمهم، وعزموا رشيد ورفض، قال أنا ما عاد ألعب محاورة، وكلموا المكتب ورفض، وقالوا لي نبيك تكلم رشيد الزلامي، وكلمته الله يرحمه، وقبل يقول إيه أو لا قال بتجي، قلت إيه بجي، قال خلاص أنا جايهم بشيمة مهو بقيمة، وترى عندي في نفس اليوم جاهية مع ربع كان عندهم مشكلة في نفس يوم الحفل، بحاول أنهيها وعندهم عشاء علشان أحضر الحفل. فكلموني قلت أبو جميل الله يرحمه ويغفر له، قلت تراه وافق وبيجي، وحضرنا، وكانت من يعني من أندر المحاورات، يمكن 3 أو 4 محاورات في نفس الحفل، بس يعني ما يحضرني شيء منها، وكانت قناة المرقاب اللي مغطيها الحفل على فكرة، كانت هي اللي مغطيها الحفل اللي كان في الطائف. ورشيد الزلامي يعني هذا الشاعر علم، وقوته الشعرية في النظم مثل قوته الشعرية في المحاورة، وهذه يعني تندر عند كثير من الشعراء. شخص مبدع في ميدان المحاورة، وشخص مبدع في الديوان في النظم. أحمد الناصر الشائع الله يطول بعمره يقول أزلامي في المحاورة، وش ذكر شاعر محاورة؟ قال يتميز شاعر محاورة في قوة دفاعه أو في قوة هجومه، ولكن رشيد الزلامي قوي في الدفاع وقوي في الهجوم. هو الزلامي الله يرحمه له أوصاف كثيرة، يعني من أكثر الشعراء، أو هو الشاعر الوحيد اللي لها ألقاب كثيرة، صنفرة الشعراء، الإمبراطور، الكثيرة وصفوه زملائه، حتى أذكر وصف الصياف الحربي الله يرحمه يقول الزلامي لا صرت تلعب معه، أنت اللي تلعب معه مثل الرجال اللي نازل له وادي وفيه بواردي بيرميك، ذابحك. يقول من يوم تنزل ذا الوادي وانت تشوف ذا الرصاصة من الجيك، لا طلعت من الوادي، قلت الحمد لله على السلامة لأنك نجيت من ذا البواردي. يقول فالزلامي ذابحك، لا محالة. طيب انت كنت قريب منه الله يرحمه، في ممكن انك تعرف السر اللي كان يمنع الزلامي من لعب الموال في المحاورة؟ والله شوف، هو الله يرحمه يمكن انا في الشرقية هو في الطائف، ولكن حنا باستمرار حتى بالتليفون، اذا طولت كلمني واذا طول كلمته، وذا الرجال انا اقولها شهادة الله يرحمه، والله إن ذا الرجال أول شخص يكلمني يعايد علي في الأعياد، وأقول له دائما يا أبو جميل الحق لك، ويقول لي يا رجال أنا بروح بيجيني ريجيل وأنت بيجيك ريجيل، خاف ننسى. وصرت الأعياد والله إني أحيانا أحط لي مذكرة عشان أسبقه وأعيد عليه احترام الله وتقدير. ورشيد الزلامي الموال هو كان يعني حريص على الموروث المحاورة، وحنا شعراء محاورة، وحتى اللي جابوا الموال هم عارفين الموال هذا خرب المحاورة، أخذ لب المحاورة. صح إن فيه شعراء كبار
لعبوا لعبوا موال في المحاورة، وهو ترى الحفل اللي أتكلم عنه كان بيلعب معي موال، قالوا بنلعب موال، إذا بتلعب موال في الطائف، بس ما لعبنا موال. ما هو بعجز منه، هو يقدر يلعب على جميع المواويل ويبدع فيها، ولكن الموال ياخذ الشاعر من المعنى، يشت بذهنه. تجلس الحين الموال ثلاث وقفات، البيت وقفتين، انت تجلس ترصف ذا الثلاث وقفات ولا خلصت عودت على البيت اللي بيشيلون الصفوف، يعني مهما كان بيصير خلل في المعنى. ورشيد الزلامي ما يبغى محاورته، ما يبغى يصير فيها خلل، لان كل محاوره لا يصير فيها بصمه. وزملائه الكبار اللي عاصروه يقولون رشيد الزلامي لازم يركب عليك بيت، اذا ركب عليك بيت ما عاد ينتهي الى الابد. يعني من اغلب الشعراء اللي واجهوه ركب فيهم ابيات، ما هو يعني مستقصد، لكن جو المحاوره يقول له بيت ما عاد يروح من الشاعر الله يرحمه. يعني كان هي قناعه فقط. اي نعم، حتى بقي هو الشاعر الوحيد تقريبا اللي هو الشاعر الوحيد اللي ما لعب موال، ما لعب موال طبعا في المحافل الرسميه. ها لعب في ممكن يلعب، بس اقول لك اللي نعرفه من رشيد الزلامي انه ما لعب موال ابدا. فينا يعني لا شك ان الساحه فقدت رشيد الزلامي، من الشعراء اللي يصعب تعويضهم في الاجيال القادمه، ومن اللي خسرتهم فعلا الساحه الشعريه، وقبله شعراء ايضا فيصل رياحي الله يرحمه، ومطلق الثبيتي، وعدد من الشعراء، عبد الله العير الله يرحمه، وصياف الحربي، صحيح صياف عبد الله بن شايق رحمه الله عليه، عد كبير من الشعراء فقدتهم ما في شك، عمالقه الشعراء، ويبقى ذكرهم ويبقى تاريخهم للاجيال الحاليه والاجيال القادمه. يمكن يسال المتلقي يقول ان احنا ندري انك شباب، نقول دائما فرق ان الزلامي يعني من الجيل السابق في المحاوره، وعفوا في الشعر بشكل عام، ويعني من جيل الشيبان نقدر نقول، وانت من الشعراء الشباب والجيل الحالي، دائما في نقطه التقاء تكون ضعيفه، لكن انت نقطه التقاء مع الزلامي كانت قويه، وايضا احتكاكها قوي. والله شوف، اولا الشعر ما هو بالسن، رشيد الزلامي عرفناه كبير وهو صغير، شاعر كبير من أول ما بدأ رشيد الزلامي، يعني رشيد الزلامي يعتبر تاريخ. فأولا الشعر، أو لما تصيرون يعني في مجال واحد، السن هذا يسقط بين الأشخاص. صحيح أن رشيد الزلامي عاصر أجيال وعمالقة شعراء، ولكن هذا الرجال، أنا بقول لك شيء عنه، هذا الرجال ما يعرف الحسد. رجال ما عنده حسد، رجال سريرته بيضاء، رجال ما يغطي الحق، يعني لما يشوفك شاعر ويعجب فيك لازم انه يشيد بك. نادرا من الشعراء، وأنا من الشعراء، بس أقول لك أغلب الشعراء فيهم حسد، يخافون على مكانتهم من الشعراء أيا كان سنه، يفكر إن الشعر أو مكانته على كرسي، وبتجي أنت بتقومه من كرسيه وتجلس في مكانه. رشيد الزلامي لا، وأشاد بكثير من الشعراء الشباب والشعراء اللي حتى اللي توفوا العمالقة، لأن كلمة رشيد وإشادته لها بصمة. أنا أشاد بي في أكثر من مكان، أشاد بي في حفل رسمي وحنا نلعب محاورة أول ما قابلته، وصار بيننا يعني يمكن أفكارنا، مع أن رشيد الزلامي ترى رجل مثقف، ما تقدر تحكم عليه أنه من الأجيال، أنه جيله سابق. أو رشيد الزلامي واكب جميع الثقافات وجميع الأجيال بنفس الفكر ونفس الثقافة. ما حسيت يوم من الأيام أن هذا الرجل أكبر مني سن، أستفيد منه شعر، أستفيد منه فكر، أستفيد منه معنى في المحاورة، أستفيد منه توجيه، بس لا صرنا نسولف كأنه من يعني تعتبره صديق، ما يحسسك أنه أكبر منك لا سن ولا مقام ولا شعر الله يرحمه. وهذه ميزة أيضا في الأشخاص اللي تدري عاصر أكثر. أذكر إحنا جينا في حفل
بنلعب محاورة. وجاه الله يرحمه متأخر وأنا أحرجوني قالوا نبي نسمع قصيد. المهم طلعت قلت قصيد، قالوا خلاص قصيدتين. آخر قصيدة كان هو داخل الله يرحمه وسلم وضحك ووقف. أنا خلصت القصيدة ونزلت عليه سلمت أنا وياه وجلسنا. قلت والله يا أبو جميل، كان معنا الدكتور محمد المالكي المعروف الشاعر والأديب كان جالس معنا. قلت والله يحرجوني أنا لما أجي للحفل أتبرمج على أني شاعر محاورة أنسى النظم، بس إنهم أحرجوني إلا له وقالوا لازم تقول قصيدة. قالوا لا يا عبد الرحمن، أنت شاعر يستفاد منك، لا تبخل على الجمهور. قلت يا أبو جميل هذا الكلمة توجه لك أنت، أنت شاعر يستفاد منك. قال لا اترك الكلام، يمزح معي، اترك، أنت شاعر يستفاد منك ولا تبخل. والقصيدة ثمنها طلبته. يعني رجل بهذه الأخلاق وهذه البساطة والنية الطيبة، لا تقول لا، ما في حاجز لا سن ولا فكر، لأن الرجال هذا منين ما وصفته تعتبره من أصدقائك من جيلك، لا يحسسك بسن ولا بشاعرية كبيرة ولا بفكر، فكره مثل فكر زمنه. ورشيد زلامي واكب جميع الأجيال وتفوق عليها، أخلاق ومرجلة وشعر، ما هو بشعر ترى فقط الله يرحمه. معاصرتك واحتكاكك مع شعراء نقدر نقول عاصر أيضا جيل سابق وكذا، يمكن أنت رأيك يكون دقيق جدا في نقطة اللي عليها دائما سجال في المجال الشعري، اللي هي نقطة الشعر التقليدي وإفساد الحداثة للشعر. أنت شنو توجهك في هذه النقطة تحديدا؟ والله يا أخي محمد، شوف، الحداثة هذه كذبة كبيرة، أكبر كذبة مرت اللي يسمونها الحداثة، وأقول لك ليه وشلون كيف يعني الشعر الحداثة. أولا الشعر مقفى وموزون، هذا أول شرط. أنت تجيب لي الحين تقول تسرد علي، تسولف علي وتقول أنا قلت لك قصيد حديث، أنا رحت الشمس طلعت غابت البحر سوى كذا، هذا كلام. سمه أي اسم ما عدا الشعر، سمى حداثة في اللغة، حداثة في الكلام، بلاغة، أما شعر ما يجي شعر. أنا الحين أقدر أقول لك شعر حداثة من هنا إلى بكرة وأنا جالس الحين أقول لك ولا وقف. حلو. لا التزم بقافية ولا التزم بوزن ولا التزم بمعنى. وبعضهم يسميه النثر وبعضهم يسميه، فما في حداثة، فيه تحديث الكلمة. أنا معك. حلو. يعني طال عمرك تحدث الكلمة في الشعر، هذه أنا معها، تحدث المعنى، تسوي تحديث في لغتك الشعرية صح. أما حداثة تجيب لي كلام مرصوف لا وزن ولا قافية، هذا مو بشعر، هذه وجهة نظري واحترم اللي يقولونها، يعني ما ماني ضدهم. ممكن يكون في خلط أبو عبد الله، خلط، البعض ينتقد الحداثة ويشيل معها تحديث الكلمة. لا أنا وضحت، أنا أقول الحداثة لتحديث الكلمة، أنا شاعر نظم أحدث الكلمة، أقول هذا تحديث للكلمة، تحديث للغة الشعرية. بس حداثة اللي يقول يسمونها النثر، الكلام اللي ما له وزن ولا قافية، هذا اللي أنا أتكلم عنه ما هو شعر، ما يعتبر شعر. حلو. فيه محاور واجد يا أبو عبد الله بناخذها، ولكن إحنا عندنا فاصل بعدين نرجع نكمل حلقتنا معك بإذن الله. إذا مشاهدي الكرام، فاصل ونعود مع بسميه الجبل الشعري عبد الرحمن بلجيش. يا مال يا مال يا مال يا مال، يا مال يا مال يا مال يا مال. إذن مشاهدي الكرام، عودة من جديد مع الشاعر عبد الرحمن بلجيش. راح فيك أبو عبد الله من جديد. الله يبقيك يا مرحبا أبو عبد الله. يقال والعهد على الراوي أنك تحب السياحة في دبي. والله في دبي وغيرها، بس دبي يعني بشكل عام. في قصيدة بعنوان دبي أعتقد. أي نسمعها أبو عبد الله. تبختر الحالك مول الإمارات،
بالجنز والتيشيرت وظف العباية الواجب انهم مخصص لك حراسات يمتوهم منجا طريقة الهداية يرافقونك مع طريق الغويفات ويبقون لآخر يوم عندك حماية ويبصمون أصابعك في الجوازات مع صورتك وتحط فعلى ابناية هم على زعبيل مبنى الوزارات ولا على برج الجميرة دعاية دعاية مهيب مثل الدعايات حريت من جنة الخلد آية تصبح مزار الناس لراحت وجات متباركين بشوفها في البداية أول ما تنزل في دبي بسويعات تقف تشاهدها بصمت وعناية كأنك تقف تشاهدها بصمت وعناية كأنهم يكتظوا بذيك الطرقات جنود أبو متعب موقع رماية ضيعتنا بين أربعة الاتجاهات ضاعت يتاما ما عليهم وصايا الراح جرجرنا معه في الممرات ونعاد عدنا دون مقصد وغاية كان النواظر منه تشرب وتقتات فرضا علي ما هو فرضا كفاية لو ما التفت لي كان مات الأمل مات موت الضمير مرتكب لها جناية والسيئات اللي محتها الحسنات في كل سهواتي ورايها ورايها أنت حكاية غير كل الحكايات أجمل حكاية حب واروع رواية هم سطرة بغلة مشاعر من الذات في دفتر ما ينعرض للقراية والفرق واضح بين اللحية والأموات اللي تهدري بالاسم والكناية هدي السرعة لجيت المطبات لأن العلاج خير منها الوقاية سلام يا دولة جميع الحضارات يا مدلها تمله ميولة وهواية دولة أوروبية بكل المقاسات لولا اللغة قلنا دبي ولاية منظمة كانها الدقايق والأوقات هندس لها محمد بفن وعناية ما باهتكاسي في الشوارع وباصات وما يلحق السياح خوفة ونكاية لا فيه لا زحمة ولا فيه هرنات مدينة إن تقول كانها مراية وفنادق فخمة وفيها حجوزات تقول تنام مرتاح نبلية ملاية واكتملت مشروع أضخم قطارات يوصل السواح لو كان تايه ما فيه سواق يعد المحطات ولا أحد يقول إسراك ولا إسراية وفنادق فخمة وفيها حجوزات تنام مرتاح نبلية ملاية وأسعار تناسب وفيها خصومات وتلاقي أحسن ناس وأفضل رعاية سياحة إن تعيفك في السياحات إن كان سمعك مرتخى للوشاية لمن نزلت تقول لك خمس كلمات هذا غذا روحي وهذا منايا يكفي تفرج كيف شكل العمارات من ناطحات السحب الأصغر بنايا أفكار شيخ عاشق المستحيلات له راية تعلو مع كل راية لو قارن أو فكرة فكرة الخواجات أفكارهم عنده سوات النفاية ونبلشتني شركة الاتصالات وما فيه مسؤول أن يحل أشكاية فاتورتي تدبل يجي 10 مرات لو وقف الجوال شهرين جاية التقنية صارت وبالا وحسرات حسبي على اللي جابها في البداية الله صح سانك صح سانك وعبد الله رب عبد الله أنت ما شاء الله من أهل دبي والله أنا جيها باستمرار وأحبها دبي وأحب أهلها وأبو ظبي والله أبو عبد الله صح لسانك صح بدنك وصف جميل فعلا لدبي أنا قاعد أتذكر الحين فعلا السياحة في دبي دبي تستاهل وأهلها يستاهلون يستاهلون أبو عبد الله أنت قبل شوي إحنا نتكلم عن مرحوم رشيد ذكرت نقطة مهمة اللي هي أن الموال أفسد المحاورة أنا ممكن أوصل لك فكرة نظر مخالفة إذا تذكر يمكن من 7 سنوات كان جمهور محاورة محدود فجاء شاعر معين وأطلق موالات جديدة بألحان جديدة عذرا المقاطع أنا ما قلت أفسد أقول له بعض الموال يعني يخرب على المحاورة يعني يصرف الشاعر من المعنى بينه وبين زميله ولا الشعراء بتلشوا في الجماهير انهم اجبروهم يلعبون الموال انا العب موال يعني اكثر محاورات موال ما هم محبه في الموال لا بس الجماهير يطلبون منك وما تقدر ترفض عوده ساحه الجماهير ساحه المحاوره في فتره من الفترات يمكن لها الان سنتين اصبح في فتور نوعي ما هي أسبابه برأيك؟ أي شيء زخمه ما يستمر وانقطاعه ما يستمر يعني لو فيه شيء يستمر على طول انقطع مرة واحدة وما واصل مرة أخرى كل شيء يصير فيه فتور ما هو بالمحاورة فقط الشعر النظم أنا يعني يمكن أول مرة أقول أنا يمكن لي سنتين ما سويت ولا قصيدة ما عندي الهاجس عندك أحداث كبيرة أصرفت الشاعر من الشعر عند الأحداث اللي ما تخفى على الجميع فصار فتور في الشعر سواء المحاورة
أو النظم، ما هو عند شعراء المحاورة، عند جميع الشعراء وعند جميع أي شخص عنده يعني هواية أو ممارسة لأي نوع في الحياة يصير فيها فتور وانقطاع ورجوع، ولكن هي مستمرة. تعتقد أن في رجوع بيكون مثل ما كانت عليه؟ هي شوف، هي تعتبر يعني المحاورة على فتراتها من 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 يعني من اللي يعتبروا مؤسسينها، من على وقت الجبرتي وجاءوا زملائه اللي بعده، فيها فتور وفيها رجوع، وما تعرف متى يكون عصرها الذهبي. هي صار لها عصر ذهبي في أوقاتنا، وصار لها وأنا أعتبر الآن أنها في عصرها الذهبي. حتى فيه شعراء شباب يعني تميزوا في شعر المحاورة وأشادوا فيهم الشعراء ويعتبرون في مصاف الشعراء الكبار مع أنهم صغار سن. فهذا يدل أن المحاورة في وقتها يعني في زهوها، يعني ما أعتبر أنها لها انقطاع أو لها فتور. طيب أبو عبد الله، المحاورة كانت في لحظة كانت فتور فيها في المجال الرياضي، وأني أذكر أن كنا إذا سمعت محاورة فيها رشيد الله يرحمه ولا مستور ولا حبيب في المنطقة الشرقية، جمهورها يمكن يضاهي مباراة الاتفاق والهلال ولا الاتفاق والنصر اللي تصير في المنطقة الشرقية. الآن صار الزخم في الرياضة، هل تعتقد أن انتقال التوجه الجماهيري من مجال إلى مجال ساهم في قلة مثل الحضور مثلا في المحاورات؟ لأن الرياضة الحين سووا القنوات مشفرة، خلهم يفتحونها ويتفرجون على الرياضة في بيوتهم ولا يروحون الجماهير. مثل الآن المحاورة، أنت جالس في بيتك وتسمع اللي يتحاورون في الطائف وأنت في الشرقية ولا في الكويت ولا في قطر. الآن القنوات الفضائية ريحتك، قبل ما فيه. والله أذكر سنة من السنين عزمنا الأمير، عزمني شخصيا الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان الله يطول عمره في ملاجة، والله إنه جاء جمهور إنه ما تقدر توصفه. كنت أنا من الضيوف، وكان صياف الحربي الله يرحمه ومستور العصيمي، وكان موجود سلطان الهاجري، فكان جماهير جايين من الشرقية، وجماهير جايين يمكن بعد من الكويت، وجماهير جايين من الرياض. إن سيارتك يمكن توقفها بدون مبالغة على بعد يمكن نص كيلو أو تقريبا. ليه؟ لأن هذاك الوقت ما في يعني كان ناس بسيط حتى من الإعلاميين اللي يهتم بالمحاورة وينزل لها خبر إذا كان تربطك معه علاقة ويجاملك، حتى مهم محبة فيه أصلا للمحاورة، خبر ما أدري يحصل له قاري ولا ما يحصل له. قنوات ما فيه، فلذلك أقول لك هذاك الوقت كانت الجماهير غفيرة، لأنها ما لازم تجي وتسمع. الحفل هذا ما راح ينقل، ممكن يصور فيديو وتروح تبحث عن الشريط الفيديو وين تلاقيه عشان تفرج عليه في بيتك. صحيح، كانت ندرة التغطية الإعلامية، ما في إعلام. طيب أنت الآن لمست شعراء محاورة عن قرب، في قصة جديدة صارت يمكن مع شاعرين اللي هم رشيد الله يرحمه ومستور العصيمي، اللي هي إعلان اعتزال المحاورة وإقامة، يمكن رشيد الزاين ما قيم له اللي هو حفل الاعتزال، هو الله يرحمه توفى كانوا محددين له، كانوا محددين له موعد. مستر عصيم يقيم حفل الاعتزال، دائما هذه النقطة نشاهدها يمكن في الكورة فقط، حتى في الألعاب الثانية في الرياضة ما هي موجودة، فقط كرة القدم اللي هي حفل الاعتزال اللاعب الفلاني. الآن في المحاورة حفل الاعتزال الشاعر الفلاني. والله شوف، أنا يعني أحب الرياضة، بس إنه من الأولى ان 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 التكريم يصير للادب. يعني الرياضه ان شاء الله نعتبرها الرياضه، بس هذا يعني من القائمين على الرياضه يشكرون انهم جابوا فكره التكريم. بعضهم يكرمونه ما يجي عمره 30 سنه، صحيح 35. يعني الان مستور العصيمي خدمته فوق 60 عام، رجل ما ودي يمكن بعد يسمعني الله يطول عمره ويزعل، ما نبقى كم سنه. هذا الرجل يحتاج، وهذا الرجل يستاهل التكريم على مسيرته اللي أكثر من
يمكن 70 عام. رشيد إزلامي الله يرحمه، الشعراء خدموا الموروث فوق 50 عام، من حق ما هو والمفروض أنها ما هي بقبيلتك اللي تكرمك أو أشخاص معينين، المفروض اللي تكرمك جهة في الدولة، يعني مثل رشيد إزلامي هذا تاريخ، وأعتقد لو أنه ما توفى كان بيتكرم من الدولة، فالتكريم واجب وحق من حقوق الشاعر والأديب سواء كاتب أو في أي مجال في الأدب شعر أو غيره. عاد حين الحين جاء وقت قصيدة يا أبو عبد الله. سم أنا أسمع عن بنات الحور وأنت من بنات الحور، لا شافك صدفة الشيخ الجليل اختلت شعوره، خلك الله من الفسفور والألماس والبلور، وعليك اللول والمرجان والياقوت منثورة، توديني ببسمتها ونظرتها ورا لاهور، وتأتي بي على راسي من أقصى حد فالكورة، تراك اسمه وجل من الشعر والشاعر المشهور، ولا ساوم بذكرك كرسي رئيس مجلس الشورى، تواعدني تواعدني ولكنه وعد بالفور، بعد كل الوثائق جات ترفع بيرق الثورة، لو انها قارية مثلي حديث العابد المأثور، ما خلت في العهود ولا نوت بالقدر والبورة، أساليبك أمر من الزمان الغابرة الممرور، وأعنف من حليف سل في الأرقاب، وأعنف من حليف سل في الأرقاب ساطورة، مدام إن الثمن عندك تقاطع فيه ثلاث سطورة، جل عادي تبيع أغلى البشر بالصوت والصورة، علشانك مقاطع ناس لعبوا في حياتي دورة، بدون قصور في الإعلام معروفة ومشهورة، مدامك ما تبي ترجع بخطوة لف لف ودور، سياحة داخلية من عسير الرأس تنورها، أنا ماني طباشيرة وتمسحها من الصبور، أنا مثل العيون اللي بأعلى الرأس محفورة، وأنا الشاعر وأنا الفارس وأنا السابح بسبع بحور، وأنا اللي لعمست أشوار ربعة من عمس شوره، أنزلهم على بر الأمان ولا علي قصور، على يمنايب ومحالة وخنجرة وباكورة، ولو أفرد عضلاتي على الشعار والجمهور، ليا مني نزلت منزل ما طارت الطيور، عسى الله يعمي عيون الخبيث اللي يغطى النور، وعسى المكسور يبطي منثبر ما تجبر اكسوره، ترى صاحبك يا صاحبك تالي الوقت قام يخور، وموجاته بعض الأحيان مفترها ومفرورها، ومرة يدعم الشرطة ومرة يدعم المرور، ومرة ينسدح في جفرة ظلمة ومهجورة، ولو لن يدرى عزوة ولولا إني يدرى زعل عزوة، ومرة ينسدح في جفرة ظلمة ومهجورة، ولولا عزوة الندرة زعلها لكشف المستور، وظهر جثة من لحدها من عام مقبورة، عرفنا حامل المسك وعرفنا مشعل الدافور، وعرفنا اللي يوصل كل ما صورة ما صورة، هذاك اللقمة شحم وذاك اللقمة خابور، ذندوسة مثل دوسة الحذايا فوق صرصورة، ولا من شفت لي ثور أنا معمعم قلت من تبثور، إلينا وقفه ودقه برمحية على زوره، يجعله ما يصيد اللي يبث الملح لين يثور، ويقعد من ورا الشباك يضحك عنده غندوره، هذا ردي على سؤال جاء من شاعر مغرور ما يعرف كوعه منبوعه ويرفع بيرق الثوره. سلام. اقسم فيها موقف. هي اكيد بس ما اقدر اقول لكم قبل بنا فيها شاعر مغرور بس ما ادري من هو الشاعر هذا، تفصحنا عن اسمه؟ لا حصري. اسمح لي حصري بعد التسجيل التصوير. صحيح بدنك عبد الله، دائما يقولك فيها بعض القصايد تمر لك فتره يمكن حتى الشاعر ينساها او انه يكتب جديد غيرها، ولكن تبقى هذه القصيده هي الاولى عند الجمهور. مرت عليك اعتقد في اكثر قصيده ومرت على شعراء اخر. في قصيده شاعر تليفون لها 16 سنه تقريبا ولا تزال تطالب فيها في كل أمسية. والله هذه أنا ماني متحدث عنها لأنها أصلاً هي القصيدة بيفهمها حتى اللي ما هو شاعر، يعني سالفتها وقصتها، ويمكن يحبونها لأن فيها فكرة يعني أن الشاعر مهما وصل أو أي شخص له جمهور أنه ما ينساق لبعض الأمور، إن أخلاقه تبقى هي أخلاقه، سواء مشهور معروف شخص عادي، إن أخلاقه ما تغيرها لا زمن ولا نجومية ولا يعني، تبقى زي ما أنت. فهذه تحدث عن أخلاق شاعر مر له موقف ما. سمعنا قصيدة يا عبد الله. والله أتمنى أني حافظها.
أنا ماني منكر فيك مغرم ومفتون، وصد لا مريت واكبح جماحي، واضيع في ساحل حجاجين وعيون ومرافي فيها يزيد انشراحي، الكح الخلقه والحجاجين مقرون، يسجني بنظره ويطلق سراحي، عرضه نزيه من الشوايب ومصيون، ومن دونه الغربه وموتنا امتاحي، بل لا تصبر وابلع الريق بلهون، وثبت اقدامي وعاين مطاحي، مصبر وانا كني على القلب مطعون، واقول مهما صار مرخية جناحي، لو ما شكمت النفس ما دونها دون، لانطح ذويه بالبكاء والصياح، يما معي يبكون ولا يصيحون، ولا تروح عظام جنبي لواحي، يا بنت انا ماني بشاعر تلفون، ومغازل في الليل لين الصباحي، انا عزيز ومرجال يعزون، ومصايد القرات ما به صلاحي، اخاف اهلك بغفلة منك يدرون، لو كان ما تبغين هرج مباحي، بستر على ما صار والعلم مدفون، وتحمد الله يوم طحتي بصاحي، وش عرفك يا بنت ماني مجنون، وعرض اوراقك هبوب الرياح، يا العرض من دونها للعرض يثنون، ودون الشرف تشهر خشومه السلاحي، وبيت دخلته بالمعزه وانا مون، وكم ليله جت لي ركونه اسناحي، حلفت ما خونه ولو اني اخون، لو كان راسي اندفن بالمساحي. سلام الله عليكم. صح لسانك ابو عبد الله. علاقتك في الاعلام، انت مقصر او الاعلام المقصر؟ والله اذا فيه قصور مني انا، الاعلام مع انها كلمه بقولها بس بيض الله وجهه، وهو الاعلام ما له وجه، وجيه اللي قايمين على الاعلام، اذا فيه تقصير مني انا. والسبب ابتعادك؟ والله ما فيه سبب، الانشغال وظروف، يعني مثلا الاعلام ممكن انه يتقوقع ويجي في مكان محدد، انت بينك وبينه مسافه، يعني مثلا احيانا تجي لك ظروف ما تقدر تروح، مثلا يصير لك لقاء في الرياض او لقاء في منطقه ثانيه بعيده عنك. فانا دائما من دخلت الاعلام حتى امسياتي اللي برا دائما احددها في مكان معين، انا رجال ملتزم وعندي عمل وما اقدر يعني اوقاتي مهي بفيدي، فدائما حتى الامسيات اواكبها على اجازه معينه تصوير اذا كان برا السعوديه، فهذا التقصير مني، الاعلام ما منه تقصير صراحه. انت في لحظه من اللحظات كنت حاضر بقوه في الاعلام وفجاه بدون تدرج اختفيت؟ لا انا ما بس نقول الانشغال فقط. لا ما اختفيت، الاعلام هو اللي اختفى، كان فيه مجلات خاصه بالشعر وقنوات انتهت خاصه بالشعر، المجلات هذه كانت مسويه زخم للشعراء، تشوفني كل شهر، ما شفتني في المجله هذه، شفتني في المجله هذه، شفتني في المجله هذه، الحين المجلات راحت كلها، بقى الجرايد، الجرايد اللي فيها صفحات تخص الشعر انا متواجد فيها، مثل مدارات شعبيه عند الشاعر الكبير والاخ الاستاذ عبد العزيز المتعب، والاعلامي الكبير والشاعر زبر من عمير، والاخ الاستاذ عبد الله شبنان في جريده اليوم في وهجير. فانا متواجد في الجرايد اللي موجوده اللي يعني تهتم بالشعر. المجلات الشعريه تحديدا في قوتها وفي قوه تواجدها، ناس يقولون، والعهده على الراضي ابو عبد الله تفضل، انها قسمت الساحه الشعريه الى قسمين. صح. حزب فلان وحزب فلان. صح. كانت مجلتين، يعني هي من اكبر المجلات، تعتبر يعني احزاب، وانا بقولها كانت المختلف وفواصل، كانت المختلف لها شعراء معينين والفواصل لهم شعراء معينين، ولكن انا يعني فواصل ما تمنعك يا الشاعر انك تجي تنشر، بالعكس انا في فواصل رحت واحتفوا بي مثل فواصل واكثر، مع اخي الاستاذ ناصر السبيعي ونايف الرشيدي، وصح اني فرضت اشياء معينه وجاء اللي انا ابغاه في مجله المختلف، وخذيت يمكن انا من الشعراء الوحيد اللي طلعت يمكن 7 أو 8 اعداد على الغلاف متتاليه، وكان لي مكانه في فواصل نفس المختلف، بس هذه ترجع للشعراء. انت لما تقول انهم حزبين وانا اقول لان فيه شعراء معينين متعودين ينشرون في فواصل. انا ما اقصد فواصل، انا اقصد المختلف وقطوف. فواصل ما تشرد. لا قطوف ما تعتبر، ما تحطها جنب المختلف، قطوف غلبانه.
مجلة غلبان. أبو عبد الله بسألك سؤالين أبي إجابة سريعة، إحنا في الرمق الأخير في الوقت بدأ ضايع، يقوم بعدين تراعي كورة يا أبو عبد الله. ميولك وين أبو عبد الله؟ والله ميولي الشعر. لا في الكورة. في الكورة؟ إيه. وش أشجع؟ أي نادي؟ أشجع النصر. عالمي. العالمي. أنا نصراوي. حلو. عسى ما هو ما أنت. لا مالي شغل. لا تورطني أبو عبد الله. السنة هذه ماخذين الدوري؟ ان شاء الله السنه هذه والقادمه. هو عالمي اصلا، اسمه يكفي حتى لو انه يستريح ما يسوي شيء، خلاص ما كانت السابقه تكفي. هذا الكلام عبد الله. طيب عبد الله سؤالين، شعراء تويتر، تؤمن بشعراء تويتر؟ والله يا محمد ما ادري شلون هذا السؤال، انا ضد المسميات. شعراء البيتين اللي بتويتر، تغريدات البيتين. انا يعني ضد فيها. انا ضد المسميات، مثل يقول لك شاعر المليون، شاعر تويتر، شاعر. الشاعر لا يعني لا تلصق فيه مسمى. اذا 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 الشاعر اللي في تويتر صاحب البيتين شاعر، ما يقال له بيطلع وبتشوفه شاعر بيطلع، لا تويتر ولا فيسبوك ولا اي مجال في التواصل الاجتماعي. بس ممكن ينتشر بتويتر بحكم انه بيتين وسهل انه. والله اعتقد على مدى قصيده كامله، اعتقد انه هو برايح نديره، ولا هم منتشر ولا احد بعارفه. وجهة نظري بيقعد على بيتينه ومتابعينه الخمسه ولا العشره، ولا راح مثل ذا اللي يشترون المتابعين الوهميين وهم ما حدين يدري بك. طيب ابو عبد الله، الاسبوعات الشعريه علاقتك فيها؟ والله ما بعد انعزمت فيها، بس السعوديه ما عندنا اسبوعات، احنا امسيات. في دول الخليج تحديدا في الجامعات الان بدات انشطه الاسبوعات الشعريه، انت مؤيد للفكره بشكل عام او ان ما صغتها؟ ان والله يا اخي شوف، اسبوعه جايه من الصباح، والصباح انت على فك الريق، يعني ما انت جاي تقصد على توك قايمه من النوم وتروح تسوي لك امسيه. ليه هي سميت امسيات؟ لان عندك مجال تفطر تقهوى وتسولف ويصير عندك مزاج ويصير عندك وتحضر لك امسيه الساعه 8 9. اما اقوم من النوم واغسل وجهي ممكن ما افطر واعطيهم راسي، صعب مع ذا الصبح. طيب عبد الله نختم بقصيده. انا شاره عليك وشارهة الشاعر حمول جمال، ومشاريه على رجل كفو مشرح على غيره، ليا من حسني شيخ من الشيوخ طويل حباله، قدر وتحاشى وانهي الموضوع ما ثيره، واذا ثرته شعمت النار في لقفه وفي لقباله، ومن يرفع مناخيره نوطي لها مناخيره، انا ماني براجي حاجة منه ولا نذال، ولا هو من جماهيري ولا من جماهيره، ولا يمكن تجي الاقوال يوم مرتبه الافعال، ولا يستبدل التمره ذهين بحبه شعيره، انا ماني متحدث دع الحديث للاعمال، ابو زيد الهلالي ما كتب مجده بساطيره، لو ما في عقال تقوم وتشكم الجهال، غدا حق العرب والخبل يمكن شاخه فالديره، تراني صاحبك لصده واصحابك وحملك مال، وزرر جيبك بزري لطاحت عنها أزاريره، ووقف وقف تنتحسب على الرجال للرجال، يا منه غشى بعض الوجيه الذهل والحيرة، تناورني وأنا لاعب بطل في قائمة الأبطال، وقبل أدخل هدفي رفعه وركلها وتمريره، وبه شيني قال وشي لا يذكر ولا ينقال، وأنا ضايق عليك وضيقتي يمكن أخيرة. سلامة. صحيح سانك عبد الله، سلام. مهاجم. إيه أنا هجوم دائما هجوم. عبد الله تشرفت فيك كثير. الله يطول عمرك. وحلقة يعني بإذن الله تنال إعجاب المشاهدين، ويكفي أنك أنت ضيفها، ويكفي أن يمكن يقولك دائما لكل تحديدا في المجال الإعلامي يقولك لكل مذيع بصمة في برامج، أنا بصمتي أني صدفتك. الله يطول عمرك، هذا من تواضعك، ويشرفني تواجدي وفي قناتنا قناة المرقاب، اللي نعزكم يا محمد والأستاذ شفق وأصحابها، وعزيزه علينا من معزه الرجال القائمين عليها، وانت تشرف بها، وحنا حاضرين في اي زمان ومكان نكون ضيوفها ويشرفنا قناه المرقاب. يعطيك العافيه ابو عبد الله، وباذن الله يكون بين لقاءات مستمره باذن الله. شكرا لك ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام، الختام صعب بعد ان اكون ختمت مع شاعر مثل عبد الرحمن بلجيش، ولكن أنا بشكر سريعا إدارة مطار الملك فهد على تسهيل مهمة التصوير في المطار، ويعطيهم العافية، وكذلك الأستاذ
صاحب سلسلة مطاعم جدر أم اللاس عامر بن عمار على تسهيل المهمة، والاستديو الجميل اللي احنا فيه ومتحف الخارجي المرافق الإخوان يعطونا أيضا لقطات عليه، وبإذن الله يكون لقاء متجدد عبر برنامج اليمال. إلى اللقاء.